بين الأندية العربية يتحول عادة جمهور ويقع اعتبار، معناها يتم أخذ هذا بعين الاعتبار. باش نحكيه شوية، باش نحكيه شوية تكتيك، خاصة فيما يخص الملاعبية اللي باش يكونوا ناقصين بفعل الانذارات. نذكر اللي الشعلالي، الذوادي ومعز بن شريفية ما همش باش يكونوا موجودين. بالمقابل في الوداد فما الكابيتان النصيري النقاش ما همش باش يكون موجود، وكذلك المدافع أشرف داري ماهوش باش يكون موجود. ولهنا فما بالنسبه للوداد فما زاد مشكله صغيره، اللي عاده وقت اللي يغيب الداري يعوضوا النقاش في الاكس، دونك هذه زاد مشكله نجم تكون بالنسبه للوداد. وحكينا شويه على الوداد نحن مره الاخرى، قلنا اللي بالطبيعة كما العاده فوزي بنزرتي يستعمل 14 لاعب اكثر، دونك اليوم شلقى روحه ما غير زوز. شفنا في ماتش لالي فما لارير جوش لعب زوز مقابله كاو قلنا في الموسم هذايا، اي لكن باش يرجع لارير جوش يرجع ناهيري في المقابله بالضبط. شكون باش يعوض النقاش في الوسط؟ هذا سؤال يتسال الجمهور في المغرب، الناس كلها تتسائل. وهكا ولا هكا باش يكون ملاعبي عنده صبغه هجوميه اكثر من صبغه دفاعيه. انا سؤالي لضيفنا سي سليم الشيبوب على التصرف في الرصيد البشري بعد غيابات نتاع ثلاثه ملاعبيه، يمكن بالنسبه للزوز ملاعبيه الاولانيين الحلول تبدو واضحه وموجوده، ولو تنقص شويه من بعد من الحلول على البنك. فما مشكلة حراسة المرمى، ولو أنا واحد الناس ما نحبش نسميها كمشكلة، لأنه تعرف أنت بالذات موقع ومركز حارس المرمى يحتاج إلى برشة معناها ثقة سواء من المجموعة وحتى من الجمهور والانتوراج متاعه. شوف بالنسبة للحارس المرمى لا أعتقد أن هنالك إشكال يعني سيطرح. جريدي قبل الإصابة متاعه عدى مباريات كبيرة، صحيح. تخل معز حدا مباريات كبيرة برشا، إذا الاحتكاك اللي موجود بيناتهم الزوز خليهم الزوز يكونوا في مستوى كبير. ونعتقد أنه رامي بشد مكانه بطريقة طبيعية، يبدو كونه ما هو جاهز 100% فما مصلح وسطنا الخميس. المعلومات اللي عندي جاهز ونجم يلعب ونجم رجعي ترينه هو بالكرة يقوم معناها بدوره. احنا في الترجي تعودنا اللي يحضر يجلسي تماش ملاعبي ما يتعوضش، ماذا بينا كانوا معانا ما هم مش موجودين. أنا بالنسبة لي أنا معناها كي يلعب بقير بش يكون أحسن مش علالي، كي بش يلعب رامي بش يكون أحسن من معز، وكي بش يلعب في اللاكس اليعقوبي في بلاصة الدوادي ما تنساش اليعقوبي عم ناول رشحنا هو في الدور نصف نهائي وسجل صحيح. ولعب دور نهائي كبير برشا، اذا ما ثماش داعي باش نرتبكوا، ما ثماش داعي باش ما نكونوش عندنا فيهم ثقه ويلعبوا مرتاحين، يعرفوا اللي عندهم ثقه الاطار الفني وعندهم ثقه الجمهور. المشكله هذه يمكن تطرح في الوداد ما تطرحش عندنا. هو ديما نرجعوا لمقابله الاهلي لانه اخر نهائي وما عندوش برشا، يمكن 6 اشهر. كان تذكروا ماتش الاهلي في لا دوبل كونفرونتاسيون تاع الاهلي اللي جاب الطرح يمكن للاسبيرونس هو الاوراق اللي خذاهم في مصر، اللي هما كوم خذاه في مصر والذوادي اللي لعبوا في بلايسهم اللي هما بقير واليعقوبي. بقير سجل زوز اهداف واليعقوبي عمل ان صوفوت ربح لي دويل نتاعو الكل. لهذا السبب نقول لك احنا تعودنا اللي يستحق مكانه على بنك الاحتياط راهو جاهز باش يلعب. احنا عندنا مباراة بين الفريق الاول والفريق الثاني نلعبوها نهار الاربعاء، ساعة تبدا اقوى من مباراة تاع نهار الاحد. ثم لا يخفى على احد ترجي لعب الموسم كان بالفريق الثاني في البطولة، لعبنا بالفريق الثاني، ولذلك الاولاد كلهم جاهزين وما نعطيوش احنا فرصة لحتى حد باش يقول والله نقصين ولا ماناش نقصين، ما نقصين حتى حد، بس كل موجود باير. وممكن نهار الجمعة باش نشوفوا الجستيون اللي كان يعفاه معين شعبين اللي كنا نحكيوا عليها، فما ملعبية باش يكونوا كومبيتيتيف اللي ما يلعبوش ديما مومش لي 11 رونترون، باش يكونوا هما اللي يزيدوا البلوس كيما نجموا يجيبوا انا بور دو فريشور، ينجموا يجيبوا رغبة باش ياخذوا المكان نتاعهم. بالعكس
كيف كيف كندخلوا دم جديد في الفريق. احنا فريق يعمل راهو طوال الموسم وشاركوا في التربصات الكل وفي التنقلات الكل ولعبوا مباريات وجابوا بطوله نجموا نقولوا وحدهم. فما هذا عذر نتاع فرق اخرى بالنسبه لنا، مع العذر هذا ما عندناش احنا. فريقنا باش يكون جاهز وعنا 11 لاعب وعنا ورقه تحكيم فيها 18 ولا قداش الناس كل اللي حاضر يجلسي. باش ناخذ راي المجموعه هنا وليد، في غياب الشعلالي تتصور معين باش يبدا ببقير والا ينجم ياخذ دوتغ ديسبوزيسيون؟ معناها مثلا ينجم يبدا بالهوني، ينجم ما نعرفش اسكو الخنيسي ويخلي لوكوزا، كيفاش تتصوروا يتصرف؟ حسب ما شفنا المعطيات تاع مقابله الذهاب، لي سسبنسيون وليد راهم فافورابل، معناها في صالح الترجي، ورا اكثر باش يبدا بسعد بقير مع معناها توجه هجومي اكثر حسب ما نشوف، وينجم مع تنجم ترجي حسب ما نتصور انا باش توري ان فوتبول بلوز اوفنسيف. وكيما قال بايرم، يعني المشكله وليد كان جاو لي سسبنسيون هذوما كيما نقولوا 4-5 مواسم التالي تاع ترجي تلعب 14 و13 و15 في الموسم يمكن تولي بروبليماتيك بارز يولي كيك. اما هذوما اللي بشابتو يسون ديجا كومبيتيتيف ولاعبين برشا ماتشويت ويزون ديجا ايتي ديسيزيف، معناها نتصور الاشكال ما يتطرحش معناها، ونتصور شي يبدا بسعد بقير حسب ما هكا ما نشوف. سعد بقير اللي تعرفوا عنده ان اسوندون تاع الادوار النهائيه، تاع الادوار النهائيه اللي سجل في نهائي عمناول سجل زوز اهداف، سجل العربية. في نهائي البطوله العربيه فيصلي. سجل زوز اهداف ضد الفيصلي دونك، وهو بيدو في الفتره الاخيره استرجع الكيف نتاع اللعب معناها بالنسبه لسعد بقير. بالضبط سلوم دي فينال. نعرفش راي اسلام وليد، هو ظهر لي واضحه في الاختيار تاع معين الشعباني، حتى ما يبدلش برشا حتى في لي شوا نتاعو، واكيد باش ياخذ سعد بغيري بلاصه تقنيه شعبين صار حتى كان موجود غاليا في مقابله الاياب. نصور معين كان باش يعتمد على سعد خاطر حاجته بنتيجه في مقابله الاياب، كيف الذوادي باش ياخذ بلاصته اليعقوبي. واضحين الاختيارات، الجريدي كيف باش يلعب اساسي كان حاضر اكيد باش يكون هو بلا كان على الجمل. نتصور اللاعبين هذو عندهم اكثر خبره من اللاعبين الاخرين، اقرب باش يكونوا هما في التشكيل. والسؤال المطروح اللي شكون باش يكون المهاجم، خاطر شفنا مقابله كبيره انا راها الجونيور لوكوزا في تكتيكيا صحيح قلق ياسر، ولا الخنيسي اللي رجع لعب الخمس دقائق الاخرانيين في ماتش ذهاب اللي ناس كل قلنا معين ما دخلوش بكري بريكوسيون لمقابله الاياب. سؤال مهم ياسر نطرحوه على الرئيس الاسبق للترجي بعد الكويز توت سويت. الكويز شنو باش نربح؟ الكويز باش نسالكم عام 1998 نعرفش كان تعني لكم حاجه السنه هذه، عام 1998 ابار كاس العالم، ابار كاس العالم 99 هي كانت اول مواجهه بين ترجي والوداد. اذا يور سليم يتبسم شويه على خاطر كان موجود على البنك في المواجهه هذيك هو يدور لي افونتاجي عليكم شويه. باش نسال على التشكيله اللي بدات نهارتها اتور دو تا، معناها نعملوا ان تور دو تابل كل مره كل واحد فيكم يسمي لي واحد من ال11 اللي بداوا، نحكي على 11 اللي بداوا. شكري بدا سليم بيرم بدرة لا نستنى سليم قال بدرة وليد عزيز طارق ثابت لا غلطة هذه غلط طارق ثابت ما لعبش نهارته لا مع الوداد مع الرجاء ما لعبش لا حتى مع الوداد ما لعبش سامي العروسي زيت لبساني مركز وزبونتو صحيح حيد الحمروني دو كورنير دو بيوت سنتراج بيوت علي بن ناجي لا علق هذا الوليد نتاع سيوتي لعب شفته نون بلو الله فما زياد لمساني استنى زياد لمساني قال مركز وزبونتو استنى زياد وسامي العروسي القدام عيادي الحمروني شكون معاه سراج الدين الشيحي موجود وليد عزيز موجود جابتي ليه لا جيبتي وقتها عامل كروازي اي قبل كوبي العبدلي لا عجب نعرفك في شكون تخمم ما هوش العبدلي عجب باهي اللي مازالوا مازال الامطار بارونتيز اوت بارونتيز نهارتها برشا امطار سيبري برشا امطار مازالوا برشا يسمي ما سماهمش كملنا نكتور عادي كان على البنك نهارتها كملنا نكتور وجعايدي هو اللي جاب الطرح في الرتور في الدوزيام ايتون تحكي على الفينال سيستم لا معاهم هما مع الوداد خاسرين 2-0 ويطولوا ويضربوا في شكري الاربيتر اللي سي جوي
دخلنا راضي جعايد في الزميطان وقفنا كل شيء. باهي نعطيكم التشكيله اللي اللي بدات نهارتها. شكري الواعر السحباني يلعب على اليمين سي سليم نهارتها. بدره شكون مع بدره في في اللاكس؟ وليد عزيز. لا وليد عزيز لعب على اليسار. حكيم نويره وقتها في اللاكس. حكيم نويره عزيز على اليسار. الشيحي المليتي اللي انت تلوج فيه مش وليد عزيز مش وليد لعب دلي. سفيان المليتي وقتها دخل خذا بلاصه حسين القبسي في البريود هذيك. دونك سفيان المليتي. الكنزاري ما سميتوش كنزاري عامه الاولاني وقتها في الاسبيرونس. حمرولي العروسي وتلمسالي. باش سميكم حتى البنك على خاطر متاكد اللي برشا اسامي سيسليم ترجعوا لبرشا ذكريات. معز بن ثابت كان جارديان. الجعايدي مراد الشابي فيصل بن احمد معز البجاوي مكرم شاشيه ومحمد الجديدي هذوما اللي كانوا قاعدين على بنك الاحتياط. المدرب كان يوسف الزواوي. لوكويز دونك هذا كان لوكويز. ما شاركناش بما انه سيد كان موجود على بنك الاحتياط بتشارك مع شو بتشارك مع فماش كونكورنس ما فماش كونكورنس. دونك نحكيو على لوكوزا الخنيسي. لوكوزا شفناه عدى مقابله تكتيكيه بامتياز قلق برشا. ما نعرفش موافق ولا سي سليم خاطر هكا اي ما يعني شوف كي نجيبوا مهاجم اجنبي راس حربه نطلبوا منه ما نطلبوش منه باش يقلق نطلبوا باش يمركي. عمل دور تكتيكي يبدو لي هذاك علاش لعب فهمتني. لكن ما جاوش فرص سي سليم. شوف راهو الملاعب الكبير يخلق الفرص من عدم من عدم يخلق الفرص. على كل عدى مباراة محترمة ككل الفريق وقام بالدور المراد في العهدة متاعه. نحن كنا نلوجوا على تعادل نلوجوا باش نربحوا ما نخسروش ونسجلوا هذا كله حصل مع بعضه. ما نجمش نقارن الخنيسي ولا الهوني ولا يوسف البليلي بلوكوسا. ما شفتش حاجة تشد انتباهي في الأداء متاعه وأنه يجي ويعمل أمبولي سوي غلاس باش يعطل الهجوم متاع المنافس وكذا. ما هوش دور متاع المهاجم أجنبي. ما تراش في المقابلات اللي خذا فيهم فرصته في المكان اللي هو يحب يلعب فيه كقلب هجوم مع الفريق الأولاني مثلا مقابلة المنستير مقابلة الملعب الجابسي شو مقابلة المستير ومقابلة جابس شنو اللي نجم يلفت انتباهك؟ سجل هدف على لا 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 سجل هدف يعني مهاجم شنو تنجم تطلب منه سي سليم؟ شوف انا وقت اللي نشوف ملاعبي باش ننتدبوا ولا نشوف ملاعبي يلعب نشوف حاجه خاصه للاجنبي نشوف حاجه مش موجوده عند المجموعه يا يمتاز عليهم بدنيا كما تقول مايكل كما تقول يانيك كما تقول ماليتولي اللي كان كوره وصحه سرعه ما شفتش سرعة الفرق بينه وبين الهوني كبير برشا مش نفس البروفيل سيسلي بامبورت شنو الفرق أنا نحكي لك الهوني عنده حاجة يمتاز بها على كرة قدم التونسية كل دريبلور ورابيد صحيح نجمش نقول اللي لوكوزا دريبلور شفتوش نجمش نقول قوي فيزيكمان شفت البونتو اللي تمركه هو كان موجود مع صاحبه نورمالمون الاخر يطيح وانت واقف هو برك عليه يطيح وضرب الكره بالراس فهمتني. على كل انا فرحان بالمردود اللي عمله كما مردود تكتيكي لكن ما شفتش حاجه تخليه يلعب قبل الخنيسي مثلا. اذا الخنيسي جاهز اسكي لي كابابل لوكوزا باش يحط الخنيسي على البنك نو في جاهزيه الخنيسي اسكو لي كابابل حتى باش يحط الجويني مالغري اللي راتي لكن جويني يلا اون غراند بريزونس فيزيك دون لي دويل ويربح بالراس وكذا يلا جوست بيزوان دو بروندر كونفيونس ومالوروزمون معناها لا جيستيون دو سا كارير سو لي كاتراني هذوما كل شيء تعمل بالعكس كل شيء تعمل بالعكس فهمتني. وقت اللي كان بالنسبه لي انا جويني فالوره كبيره بالنسبه للكره التونسيه الله غالب التوا ما القاول ولا هو ما لقى تدخل احسن لاعب في فترات تدخل احسن لاعب في البطوله هيثم جويني ديما شوف معناها سوني با سوبجكتيف. ارجعوا لخنيسي ايش اسمه جويني اول ما طلع في الاسبيرانس لابي 18 ان تذكروه اش كان يعمل سي سليم
احكي لنا كيفاش قابلته في ريستوران وما عرفتوش وشنو صار بيناتكم. تيو بيان اونسيني. انا مشيت المكتب نتاعي مش بعيد على ريستوران تاع حمدي القسراوي، مشيت انا نفطر غاديك، هزيت راسي نلقى حد جاي يسلم عليا ومشى سلم عليا، ما لقيتش الوقت باش نثبت فيه. يا اخي اللي معايا قال لي عقلته هذا، قلت له قال لي راه هذاك جويني. عاد له وش تعمل؟ قلت له في حياتك انت سامع لي كلام مش باهي وتني باسيريو ودلول. قلت المفروض راك تلعب في اوروبا بالكاليتي اللي عندك، اكبس روحك ماذا بيه مع اشوفك في الريستورانات في الامان بسلام، لاني نؤمن بالوليد هذا نؤمن ما عنده حتى شيء ناقصه ريال موم. كلمته حتى كنت في دبي كلمته زاد هي ساعة على ساعة انا غالب فيه مغلوم به الزوين. مش كان هو خصيصا هايكم معناها يصعب بالماتش ان يزمني نكلم حد ناس تليفون ما عرفونيش راه هذو ما لعبوش معايا راه نعرف بروحي يقولوا راه معاك فلان عايش ولدي راك عندك كاليتي وما تخافش ماتش ديبلاسمون سي تون بريمي ماتش وكونترير راك حاضر وراك سيدهم وراك تنجم وراك رجال هكاك بون سي شكون شكون مثلا من اللي كلمتهم ما نحبوا نحرجوا حد لكن كلمت الكارديان نتاعنا معز معز نذكر مره وقت اللي خرجت انا كنت في منطقه نائيه في العالم وتضرب تيجي وباش يلعب الكسراوي الكسراوي ولدي انا جلي ريكروتي عمره 14 جبتو الاسبيرانس وجبتو مع امه ومولد متربي وهايل وكذا كلمته واش تعمل؟ قلت له شو نقرا في الجرايد قالوا لو رومبلاسون باش يلعب انت تيتولير قبل تيجي. قلت له كان انا قعدت تيجي ما يلعبش معك انت نفخته في صورته وكذا حتى ماتش كبير اللي كونتون دونك جست نرجع للجويني أيه. مدرش اللي مش باش ندافع عليه لكن أيه. مدرش اللي في فترات مهمه من كارير وقت اللي هو يبدا سورين كورب اسوندونت تجيه ديما ضربه اللي توقفه. شوف ثم حكايه لي بليسور ثم حكايه لو شوا معناها شوا دو كارير جي جويني كونتيستي با لو بوبليك والبوبليك نتاعنا ما يرحمش. شفتوا قداش يهز الجمعيه راهو كيلطخ ملاعب يلطخوا الله غالب هكا جمهور صعيب جمهورنا صعيب جمهورنا يفهم الكرة جمهورنا ذواق وجمهورنا حساس في نفس الوقت اكزيجون برشا. جويني يقعد على البنك ثلاث جمعات بعد مباراة سيئة وضرب الكرة على البار والفيلي فارغة تعديت كرة تحت ساقه ولا ما عادش يشوف قعد على البنك سيبيا بعد نهبطوه أزيرو زيرو ان ديبلاسمون مع المرسى مباراة متاع بطولة ولا احنا خاسرين ان زيرو جي بينالتي يقول المباراة شوت عليه كل حد ينجم يشوت البينالتي لا جويني ينجم يكون هو خذا الانيسياتيف ما نخليهش انا جوجير عليه ما يشوتش ماهوش اون كونفيونس لان با اون كونفيونس ماكش باش تاخذ ثقة بينالتي دون ان مومون كروسيال انا نهبطك ونعطيك بينالتي كي نبدا رابح 3-0 كي تبدا مركي انت دو بوت كي تمركي دو بوت نخرجك 80 مينوت نعمل لك ستاندينغ اوفيشن من عند البوبليك سي كوم سا كون رومي ان جوار اون سيل ما جيش نسيبه يمشي يتصرف ياخذ بينالتي والبيبليك يسبه وكذا. على كل انا ما زلت مؤمن وان شاء الله يسمع فيا جويني ما زلت مؤمن اللي قادر باش يعطي الدرجه وقادر باش يسترجع ثقه الجمهور تعتبره افضل من الخنيسي ما نقارنش سي با لو ميم بروفيل جوار دو سيرفاس جويني بوتيتر ان جوار دابوي يربح لك لي دويال بالراس والخنيسي بو معناها كيما في وقت ما لعبنا مالوريزمون اسبيرونس ما عادش تلعب افيك دو اتاكون احنا كنا ديما نخدموا اون تونديم ديما في مارياج ريوسي زياد لمساني زيكو زياد يخدم زيكو لعب 13 ماتش في الروتور ماركا 13 بوت باش ماركاهم الكره الطاشه يربحهم زياد بالراس يربح الدويال نتاعو يجي يحط الكره في العالم الكل ما عادش دو اتاكون علاش سي ان شوا سي ان شوا انا جو بيرسيست ا كروار كو لسبيرونس عندها ان سيستيم دو جو مخلوق الحاجه اسمها الترجي اللي هو 4-4-2 اون لوزونج افيك ان دومي معناها دو ريكوبيراسيون دو دومي دو كولوار ان ريجيسور اي دو اتاكون لسبيرونس تون ايكيب داتاك تو ماركي دي بوت اليوم كي تمركي معناها السيستيم دو كونتاج دو بوان 3-1-0 كي تعمل اون فيكتوار تاخذ 3 بوان تعمل نول تاخذ 1-0 ديفيت
تاخذ ديفات تاخذ حتى شيء. انا جو بريفير فير اون فيكتوار اون ديفات كو دو ماتش نول كونطابلومون لم تروا بوين. كنت تحكي مع المدربين قبل في التكتيك والامور هذيا نتاع 4-4-2 وتحب الاسبيرونس تلعب 4-4-2 لوزونج. انا لعبت من المينيم حتى للسينيور لعبوا 4-4-2 لوزونج. انت فرنسا معك انت كوم وكوليبالي عمرهم ما كانوا يلعبوا مع بعض ولا يمكن. كوم بو سو كونفيرتير اون دومي كولوار ا دروات اللي كابابل معناها داكسيليري اللي كابابل دو فير لا كوفرتور على اللاترال كي يطلع ووقت اللي نتخسر انا نلعب في كي معايا كيب كبيره اون ديبلاسمون جو بو جوي افيك تروا بيفو يولي لو بيفو دو ريكوبيراسيون الاصلي موجود دومي كولوار. لعبنا سراج الدين الشيحي حسان القابسي فيصل بن احمد سي اون ايكيب داتاك. وقت اللي نتخسروا نرجعوا موليو هما ريدو قدام الديفونس. ما تمشي حاجه في جي دون لو شيما تكتيك. الشيما تكتيك اللي لا شنو اللي يتبدل لي كونسيني نجم انا طارق ثابت نلعب به 4-4-2 نقولوا عمرك ما تفوت السونتر الماتش هذا ما تفوتش السونتر سو ني با اوتون كو جي شانجي دو تكتيك. تكتيك هي بيد سي لي كونسيني كي شانج. كي نشوفك تحكي هكا تكتيك سي سليم جو مو دي فما ماتش اللي فوز افي ديزاكتيفي لونترينور وشديت بلاستو. لا جو كي مون ديزاكتيف لو بيلوت اوتوماتيك. لا ما نحبش نقول هذا. انا خدمت مع المدربين بثقه ونتكلموا مع بعضنا وديما نقول لهم حاجه ويعرفوها برشا ملاعبيه اللي كنت تحكي معاهم في الامور هذه. نقول وانا نحكي معاك خلينا نتفقوا مليح. انا نحكي اذا فكرتي عجبتك راهي فكرتك انت. ما تجيش تقول لا والله انا ما حبيتش اما انت قلتها لي. لا انا اقول لك كومون جو نقترح عليك. انا اقترح كان عجبتك سيتا سي تون ايدي معاش نتاعي انا راني يعني ما عنديش دخل. ما تراش فيها ضغط شويه على المدرب؟ علاش لا خدموا معايا المدربين وهزوا الالقاب فما شكون قال لك ليه وعملوا تاريخ شو يقول لي ليه ما هي اي ولا سو ني با ان اوردر انا كو جو دون اي معناها ما يمشيش بالفكرتك معناها يقول لك فكرتك ماهيش نتاع المقابله هذه مثلا ما فيها باس معناها اذا كان يقنعك بالعكس تقتنع اي ما فيها باس احنا بدون شك نقتنع بدون شك انا نحمل وعلاش انا نحيي الانترنور كي نخرج من شامبيونات افريقيا نتنحى انا اذا انا مشيت الدنيا الكل ما انا ننسحب لان هو افكاره وهو يعمل الاختيار نتاعه معايا ولا مش معايا فهمتني انا انت قلت تو ديزاكتيفيد لونترينور. لا انا رانيت وقت اللي ما ثماش لونترينور ولعب الدربيات وانا لونترينور على البنك. انا هو الدربي لعبته انت 3-0 2001 واحد منهم 3-0 2001 بعد ما مشى الفرقاني وقتها واحد منهم 3-0 حطيت مختار تليلي وحده وترنينا ويكلو ترنينا ويكلو في المنزه وعملنا ايكيب وربحنا 3-0 ولعبنا كره حلوه فهمتني بون قصه كبيره مع مختار تليلي تنرجو سي سليم شيبوب ضيفنا حتى النص الليل في اولاد الحومه. الاخبار توت سويت ورجعي اولاد الحومه اكسبريس اف ام تزيد في القيمة. الأخبار أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. أعوان و